حكايتنا لهذا الأسبوع هي حكاية ألم، هي حكاية معاناة، هي حكاية رجل يعيش هو والأسرة دياله داخل مرآب للسيارات. أنا من بكري، أنا عندي 36 سنة في عمري، أنا من بكري وأنا مطايش، ما عندي دار، ما عندي حتى أنا في حياتي ما عنديش دار، أقسم لكم بالله يا أخوتي في حياتي ما عنديش دار. حمد لنها اليوم افتح لنا قلبه وأمله كبير أنه يحصل على منزل كيف وكيف الناس. تحلم تكون عندها كوزينة تغسل قشها في كوزينة مسكينة، تحلم تكون عندها كوزينة. إيه كي هي كنسة سبحان الله وعلا، مش إنسان هذه. بالليلة أختها عشيت برا، لقيت روحي برا. كيفاش جوزت هذيك لاجور؟ جوزتها مريض، جوزتها نحي نكذب عليك، قشي أداها شدوا لي غير عمي مسكين، ما لقيتش وين نروح، وداه لي مول كاميون، قال لي مول كاميون انا دبر راسك، قال لي انا لحق 12 تاع الليل وانا قاعد يدور بيا، قال لي دبر راسك خويا، قال لي انا نحط لك قشه، قال لي الله يسهلك. حمد أنا مرحبا بك خويا. الله مرحبا بكم عندنا انتوما، الله يسلمك، يحفظكم ان شاء الله على ماشي مشكل، جيتونا وشفتوا فينا يا خويا، ربي يجازيك، الله يحفظك حمد. امين ان شاء الله. حمد شوف قناه النهار وبرنامج شوفوا حكايتي، جمع انسان يتصل به نديروا المستحيل باش نجوا عنده. ربي يجازيكم خير ان شاء الله. كنت يعني انت تواصلت معايا قلت لي باللي بلال عندي حكايه اني حاب نحكيها، اني حاب نفرغ قلبي. قلت لك انا هنا، ربي يجازيك، صبر عليا برك، ربي يجازيك، قضيه وقت، ربي يجازيك، الله يجزيك خير ان شاء الله. والله عز وجل يعني سهل لنا الطريق، سهل لنا اليوم وجينا لهنا. بارك الله فيكم، يسلمك، الله يجعل في ميزان حسناتكم. امين امين ان شاء الله، رانا هنا في خدمه كاع الناس ان شاء الله، ان شاء الله في ان شاء الله، ربي برك، ربي يجعلني ان شاء الله سبه صغيره ان شاء الله باش تفتح على الناس ان شاء الله يا ربي. امين امين يا رب العالمين. حمد خويا، انعم خويا، الله يشوفك، حبوا يعرفوا شكون هذا الانسان مقابل. انا يا رسولك، انا احمد، تفضل. أنا أحمد سلام على كل حال، الله من مواليد 27 أفريل 1985، الله يبارك خير، متزوج وأبلي 3 أطفال ما شاء الله، الله يبارك فيك إن شاء الله. حمد أنا عم خويا، الحكاية ديالك من وينك حاب نبدأها؟ أنا يا أول، أنا كنت صغير، إحنا كنا في ولاية البويرة، جينا في 95 البني مسوس حي سيلست، جينا وكبرنا ثم بابا مسكين كان بكري مزوفر علينا مسكين مخلوق، الله يغيرني لحد الآن، يغيرني مسكين بابا ما كذبش عليه قسما بالله يا خويا، عايش يا ربي يطول في عمره هو ما في زوج. امين. جابنا مسكين ثم طي، انا نحكي لك، انا من بكري، انا عندي 36 سنه في عمري، انا من بكري وانا مطايش، ما عندي دار، ما عندي حتى انا في حياتي ما عنديش دار، اقسم لكم بالله يا خوتي في حياتي ما عنديش دار، فهمتني خويا بلال؟ معك من بكري تلبنا عند الناس، واحد يسكنك شهرين حاوزك، واحد يسكنك عام، واحد يسكنك ذا، حتى من بعد بابا مسكين يزوفر، كان هنا في الجزائر مسكين، دار شاف مسكين في 94 دارنا، شرينا برا دار براك مسكين وجابنا، قال انا نضم وليداتي خير منا، فينا ترى كبرنا ثم نجمو 9 سنين. وصل الاب ديالك خدام هنايا؟ كان خدام هنا مسكين، وانتوما كنتو في البويرة؟ بلاد كنا بلاد النيجيريه والحاله. شوف كيفاش كنتو عايشين يعني في البلاد؟ كيما كانش الاب ديالكم؟ كاش وي كنا عايشين بلاد، والله غير كنا عايشين وكذا، وكان جد الله يرحمها مسكينه تعاوننا مسكينه كذا. كنتو عايشين عند دار العائله؟ كنا عايشين مع عمي ثاني ما خلاناش مسكين الحقيقه، وكذا باش جينا هنا جابنا باب البني مسوس حي سيلست، درنا براكه وكبرنا ثم كذا حتى صافي انت يعني انت عشت وكبرت. كبرت انا كبرت ما عنديش دار، انا ملي كبرت ما عندي لا دار لا دوار، انا شكون راني كبد وروحل كل خطره، وانا ديجا عندي 6 سنين ملي رحلوني ملي ريبوا لي ما عطاوليش، انا بدلت نقسم لكم بالله يا خاوتي، قعدت 9 رحلات لي الخزانة الشومبران تاعي اللي كانت نهار زوج 2010 تكسرت، لي بعتها ب 600000 تيماجين، هاني شريت هذه بزوج ملايين و700، دبرت وي درهم شريت هذه، هاي حد زدت تكسرت. معليش احمد نمشي ان شاء الله حبه في الحكايه باذن الله، باذن الله تعالى. قلت لي بلي الاب ديالك جابكم لهنا البني مسوس، البني مسوس كبرت تما وعشت تماك، قلت لي بلي من نهار اللي عقلت على الدنيا ما عنديش دار، ما عنديش دار انا ما عنديش دار ابدا. كنتوا عايشين فيه براك؟ كنا عايشين وين هنا في بني مسوس، كنا في البرارك في تاع كيفاش جوزت هذوك اليوم؟ جوزنا ما جوزت والو، انا جوزت غير القنطانه هذوك، والله ما جوزت حاجه مليح. نحكي لك خويا بلال، جوزنا والله والو، والله ما عشنا كاع، نكذب عليك 36 والله ما عشت انا كاع، نكذب عليك اقسم بالله ما عشت، عشتش كاع ما نكذبش عليك، ما عشتش كاع انا 36 سنه شغل عقبه هباء منثوره، عشت ميزيريه وتعرف كنا في البرار ميزيريه وسخان تاع الصيف والبرد تاع الشتاء، وانا كنت ازماتيك، انا ازماتيك بالفونتولين، نمشي بالبومبه هذيك
حتى كي خطيت برك هذوك راني شكون راني لاباس وليت الحمد لله راني لاباس نحمد ربي ونشكر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الام ديالك عايشه عايشين في زوج عايشين عايشين في زوج حتى هي عندها معانات يعني عندها معانات وازماتيك دوك وازماتيك بلوطونسيون مسكينه هذيك نهار طلعت لاطونسيون على العين الخيط العشرين غير ربي يستر بك تلاقيت مع بابا يخدم معايا في الخدمه قال لي يماك والله قال لي لحقتها هكذا طلعت لاطونسيون 22 على 11 ايه ربي يشدها لك ان شاء آمين الله امين ان شاء الله يا ربي احمد آمين ربي يشدها ولدي انا نحبهم عزاز عليا ما نكذبش عليك يا اخي اقسم بالله العلي العظيم احمد كاين اللي ماشي عزاز عليه والدي والله العظيم اقسم بالله ما كانش هما الاب ديالك والام يعني داروا شي قدروا عليه داروا مساكين انا بابا ما نلومش ابدا انا بابا والله العظيم ما حد ما نزل ما لومتش بابا لانه بابا مسكين عانى جل بويرا جل هنا بني مسوس ما يعرف حتى واحد ما يعرف حتى واحد مسكين ما يعرف حتى واحد سيا مسكين يخدم سيا مسكين يخدم علينا مسكين وكبرنا والله جامي مسكين قالنا يعني ولا خلاه ما تخدموش والله مسكين يخدم ويجيب لنا ووكلنا وشربنا والحمد لله نولينا رجال شحال عندك خوتك انا عندي زوج خيات وعندي ثلاثه خاوه مزوجين عندي زوج مزوجين هم لاباس يعني مساكنين الحمد لله وعندي اختي متزوجه وعندي اختي وخويا مازال مش متزوجين مع بابا في الدار ايه سمي تقدرش تروح انا منين نروح للدائره يقولوا لي اعطيني لبابك روح مع بابك انا قلت لهم نروح مع بابا انا عندي خمسه الله يبارك وين نسكن انا وين نسكن مع بابا الاب ديالك مدولو مدولو عطاوه طاولو ايه علاش روحوا بلاك ان شاء الله حتى نلحقوا النهار اللي مدول الاب ديالك معليش انت محمد ما كملتش قرايه ما كملتش انا نقول لك كي جيت من البلاد انا كنت نقرا سنه سادسه انا راني استاذ الله يبارك ما قريتش انا الله غالب كي جيت هنا بابا نيه والله مسكين ما يعرف يقرا امي قالوا له انا ما ندخلوهمش في بني مسوس قالوا له ما كاش بلاصه ما زادش حوس علينا انا وخويا كنا غرب سبعة خلاكم خلينا ما قريناش بصح الحمد لله نقرا الحمد لله نقرا الجورنال نقرا النهجي الفرنسي الحمد لله يا ربي نقرا القران الحمد لله الحمد لله نحمد ربي ونشكره الحمد لله احمد معليش يعني شاب صغير ما كملش القرايه تاعو انت واش درت سطاج خدمت واش درت قصد انا خدمت في الشونطي كنا كنكذب عليك نخدم في الشونطي طلع السيمر مال كذا ونجيب الخبز تاع بالعرق الحمد لله ناكل الحلال ملي كنت صغير نخدم بالشونطي الحمد لله يا رب راك جرديني راني جرديني راني جرديني الحمد لله يبارك فيك احمد سهل ربي وين قررت باش تتزوج تزوجت في 2010 انا في 2010 تزوجت تفضل كمل لي الحكايه مورا ما تزوجش واش نقول لك مورا ما تزوجش نكذب عليك والله غير معاناه ثاني براكة وحده شمبره وحده وكذا مين ميزيريا الميديتي كل بنيت قدام الاب ديالك بنيت قدام ابي كيما بابا نورمال بنيت مع بابا بنيت شمبره مع بابا راني قاعده بنيت شمبره قبل ما نتزوج شمبره بنيتها في 2005 انا بنيتها كنت نرقد فيها وحدي حتى نتزوجت معليش اه بصح احمد ماشي كنت شايف بلي كيما يقولوا راه ما عندك سكنه راك مكتوب يا خويا يا خويا بلال دوك انت يعني هل ترى كيما نقولوا انسان يغلب له اسمه تاع ربي سبحانه لا قدر الله بالله يعني شو انا الحكي ربي يكتب لي كون كتب لي ربي ما نتزوجش لا معليش احنا ناخذوا بالاسباب هكذا يعني صحيح مكتوب ربي ناخذوا بالاسباب انسان ماشي الواحد يزير روحه ويقول مكتوب ربي ولا لا الحمد لله شوف نحكي لك معليش اقسم لك بالله العلي العظيم مازال ما ندمش على شوف الميزير راني ميزر فيها مازال ما ندمش نحمد ربي انه عطاني ربي زوجه صالحه وعطاني ربي وليدات نحمد ربي جامي ثقلت بهم ولادي معمرين عليا دنيتي معمرين الحمد لله يا ربي تخصني دار هذا واش يخصني تخصني دار انا عندي زوجه صالحه ما شاء الله الحمد لله عندي وليدات ما شاء الله الحمد لله تخصني دار برك وجامي ندمت والله قلت انا كنت دريت ما نتزوجش لا جامي ما غير راني نعيش في الميزيريا بصح معليش معليش كي نجي ونلقى مرتي تضحك معايا وليداتي الدنيا وما فيها اقسم بالله العلي العظيم ربي يشدهم لك امين 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 يا رب العالمين ان شاء الله احمد سهل ربي وانت تزوجت جبت الزوجه ديالك كيفاش تجوزت هذوك نقولوا العوام الاولين تاع الزواج ديالك في هذيك البلاصه يا شويه والله غير ميزيريه احكي لي ميزيريه والله غير ميزيريه والله غير ميزيريه نكذب عليك ميزيريه شغل ما كانش لي موايا ما كانش كذا فهمت شغل ما واش نقول لك والله ميزيريه شويه شوم براكه وكذا وميديت تقطر علي ابك معاني تاع ابك البراكه هذيك في حقني زمان الشتاء انا بالبالي وهي بالبالي نشفوا في ديك الترنيت هذاك نشفوا يقطر علينا يسيل المراه مسكينه دايره نشف حاشاك في البالي وتنشف في الترنيت هذاك
عندما صبرت معها عندي كيفاش ما صبرتش معايا سبحان الله صبرت معايا نحس عندي 60 سنه معها ماشي 10 سنين اقسم بالله العلي العظيم نكذب عليك ربي يديهم العافيه ان شاء الله والله الحمد لله يا ربي عطاني ربي على حسب قلبي ما نكذبش عليك الحمد لله والله الحمد لله يا ربي مشي كي راهي هي راهي هنا لا والله ما صارت والله العظيم غير ربي لا يعلم ماشي الحمد لله الحمد لله والله اللهم امين ان شاء الله ربي يحفظها ربي يديهم طول في عمرها ان شاء الله ربي يديهم العشره لانه ماشي كاع نسى يصبروا على راه والله ما هي كاع كاين نسى تقول لك انا نصبر معك انا في كراج صح تقول لك تيماتين طونوبيل تاع بيناتنا خويا بلا طونوبيل راه تخرج تحوس تخرج من الكراج وتروح تحوس يا سبا مخلوق انسان مسكين يقعد هنا اش 24 في كذا مسكينه مع الشغل هاي مع ولادها مع العياط تاع ولادها مع كذا والله غير بزاف انا راني نخرج ونحوس وراني نروح ونشوف الاحباب ونخزو ونشوفوا خاوتي في نطلع في الترونسبور ونشوفوا نقصر وندي فين نفرق وهي مسكينه هنايا في الكراج تحلم كون عندها كوزينه تغسل قشها في كوزينه مسكينه تحلم تكون عندها كوزينه كي هي كي نساوى علاه يا خو ايه كي هي كي نسا سبحان الله وعلاه مش انسان هذه معاناه والله راني نعاني نحتسب كل شيء لربي والله نحتسب هذا التعب هذا كاع ربي سبحانه والله العظيم يا خويا نعم بالله واش تقول لها الزوجه ديالك واش نقول لها يا خويا ربي يجازيها على هذو العوام هذوك على جوز والله غير ربي يجازيها ان شاء الله يجزيها خيرا ان شاء الله ربي يبارك فيها ان شاء الله ربي ان شاء الله يجعلها طيبه طاهره ان شاء الله مؤمنه ان شاء الله هذا باش نقول لها ربي يشدها لك ان شاء الله امين 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 ان شاء الله الدراريه ان شاء الله يا ربي محمد قلت لي بلي يعني العوام الاولي تاع الزواج ديالك تجوزت كما يقولوا الحاله صعيبه ماشي زعما الحاله صعيبه مع زوجتي يعني كما نقولوا الحاله صعيبه تاع السكنه السكنه من السكنه هي والله عاشاها يا خويا والله من السكنه ما كنتش مرتاح كون عندي سكنه علاش سيدي ما منك نوفر لها سكنه زعما ياكش ما تهضر هاي ما تهضرش توفر لها كل حاجه تجيبها لها الله يبارك عادير لها دار كوزينه كذا وانت تحرك الله يبارك علاش تقول لك سمى لي دارت المشاكل هي دير في المشاكل صح 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 كيف. فهمتني صح ايش نقول لك الحمد لله والله غاي صابره معايا مسكينه عندي 3 سنين في الكراج 3 سنين وزيده في الكراج هذا 3 سنين وانا في الكراج انا مع وليداتي احمد كنت عايش انت والزوجه ديالك والاطفال ديالك اي والله مع الاب قلت لي في براكه قلت لي جوزتو ميزيريه جوزتو ماشي غير ميزيريه انا جوزتها انا اللي جوزتها انا باك جوزتو الحال صعيب انا اللي جوزتها اقسم بالله انا حياتي 36 سنه نحس روحي في عمر 60 سنه ما 36 سنه اقسم بالله العلي العظيم المشاكل من المسكين نحوس دار يا خو وعلاش حق وعلاش البلباطي ما تفارغين يا خو ساكنين فيهم غير الزواو شو اسمه وانسان مع ولادو ساكن في كراج هكذا كي نموت سبحان الله نقول راح نموت وكاع ونتحاسبوا امام الله ولا لا خويا بلال وعلاش تحرمني من السكن يا خو علاش تحرمني من السكن وعلى شيء وراني لبس عليا والحمد لله وعلى معليش احمد جات الفتره تاع الرحله الرحله والله احكي لي واش جات الفتره تاع الرحله في 2014 لافان تاع 2014 لافان تاع 2014 كنت داير تاعك بونسي وكل حاجه قانونيه جاو لي اللجنه كذا لقاو عندي طفله زايده سقطت دخلت انا ما كنتش خدام جات اللجنه كانوا خاوتي تما وبابا دخلت للمراه تاعي قالت لها هكذا قالت لها وقت تزوجت قالت لها تزوجت في 2010 وعندك دراري قالت لها عندي كانت عندي طفله اشراق برك قالت لها باش ماركتنا وباش كي راح تروح لها 2015 ماركتكم صافي ماركتنا عادي جدا هكذا كي رحت نهار الرحله جو يريبو طلعت باش ندير باش ندير الكيتي تاع الكاميو باش نروح الحلقه تاعي كي رحت قالوا لي راك روكور قالوا لي روح دير الطعن كانوا ريبوا الحال قالوا واحد يرطعن انا تيماجيني قسما بالله العظيم ذاك النهار شوف خرجتو خرجت قشي والله يا خويا بلال قسما بالله ذاك النهار كيما انا باك شوفه انا نمشي بنيتي صافيه امام الله نمشي عمري ما خدعت الناس عمري ما ظلمت الناس نحب نخلي الناس كل والله نحب نخلي الناس كاع نحب الناس كيما انا صحيح نحب الناس كاع تكون صحيحه نشف فمي نهار الرحله نجري من الجاري ولادي مشرت لينا طفل صغير خليل مسكين بالشر قطعوا لينا تريسيتي بالشر كذا مزيه قاين سيبي معايا خوها مسكين ربي ان شاء الله يجازيه سمو محمد كيما انا ربي يجازيه مسكين واقف مع ولادي سما شغل واقف معاهم سما اختو خلاص انهارت انا نجري ما فريت ندير الركور المغرب ما فريت ندير الركور الى نروح لولادي ولادي بالشر مساكين انا فمي نشف انا قلت قبضني السكر والحمد لله والله ما عندي حاجه نضرب الحيط نقلبه الحمد لله صحتي الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب
شفت باللي انت الرحله الناس رحلوها راه الناس رحلوني ما عطاوليش خصاوني كيفاش كنت تماك انت احمد يعني احكي لي كيفاش كنت تسنى انت في دار كنت تسنى في دار انا كذب عليك انا كنت تسنى في دار كنت تسنى باش تسكن كنت تسنى باش تدي العائله تاعك كنت تسنى عن ندي دار كاين الناس نفرح انا وليداتي نفرح انا وزوجتي الحمد لله بالليله اختها عشيت برا لقيت روحي برا كيفاش جوزت هذيك لا جورني جوزتها مريض جوزتها انا حين كذب عليك قشي اداها شدوا لي غير عمي مسكين ما لقيتش وين نروح وداه لي مول كامي يقول لي مول كامي انا دبر راسك قال لي انا لحقت 12 تاع الليل وانا قاعد يدور بيا قال لي دبر راسك خويا قال لي انا نحط لك قشه قال لي الله يسهلك قلت له يا خويا وين تحط لي قشي وعلى ولادي مشرت لي مساكين مع اخوهم غير مع اخوها وخليتهم تما مزيد اخوها مسكين كركر راسه وداها لدارهم داها لدار وانا قعدت مع القش هذاك ندور عيط لي عمي مسكين ربي يجازيه شلا ربي يشفيه راه مريض قال لي جيب القش نتاعك مسكين جبت القش نتاعي ديته عنده في العام هو عنده حتى ندبرت الكريه هذه في فرافيكو بوغارا دي رحت ديت القش نتاعي كذا مسكين ثلاث سنين ما وجدت ثاني زاد عاودت ديت عاودت معليش نروح حبه معليش القش تاعك كملت من كي قاعد دور في الليل هكذا ما لقيتش انت وين تديه شكون نديه ما كاش انت تماك كي حطيت القش من بعد انت ورحت انا هو رحت الزوجه ديالك من جهه ولادك من جهه الزوجه تاعي مسكينه راحت لدارهم دات ولادها وخوها كراك الروسه داهم لدارهم للبويره من البويره هي 60 كيلو وانا بديت قشي فرقت عند عمي عاونوني ولاد عمي الحق حطيته رقدت ذاك النهار رقدت بالحمه نكذب عليك ما قدرت نتعشى ما قدرت ورقدت بالحمه الحمه كلاتني ذاك النهار بالتعب والله العظيم بالتعب بالك من هذيك هذيك الصدمه تاع الانسان كان داير في بالو بلي سي بون راح يدي دار راح يسكن راح يستقر مع العائله تاعو حتى لقى روحو لقيت روحي برا لقيت روحي برا خويا بلال لقيت روحي برا واني مازال هناك تشوف هاني برا شغل يقول لك مكسب شي الناس عريان ولا لا كان جا كراج هنا معليش كان جا كراج تاع بابا معليش ولا لا ما عنديش معليش انت رحت قررت يعني باش تكري هذا نكري قررت باش نكري وين تروح ما تقدرش انا نقدر انا ما نقدرش انا نزوفر انا هنا زوفرت من شهور ما قدرتش خويا بلال المره قلت لها من شويه قاعده في دارها مسكينه وانا قاعد هنا في الخدمه وباش كيفاش تشريتك تاكلها وحدك تديها لهم ما تاكلش وكنت ترقد يعني شغل كنت نرقد عند كنت عاد نرقد عند واحد في بني مسوس كنت نرقد عند نسيبي مسكين في بني مسوس نسيبي خدام تما كنت نرقد عنده مسكين ربي يجازيه والله يعني كان مخلي لك بلاصه هكذا مخلي لي بلاصه مع مسكين هو يخدم في واحد المحل تما انا نرقد معاه مسكين الحق نروح العشيه ونخرج من الخدمه نروح ليه ديريكت ليه نرقد معاه مسكين دير في خير وما ننساش وكنت تهبط عند الزوجه ديالك نهبط سمانه سمانه نهبط سمانه سمانه مسكين معلم يطلقني يقول لي نقول له راح للدار نقول له عندي ولادي يقول لي روح حميده روح يعيطوا لي حميده يقول لي حميده روح روح اخويا يقول له وليداتك مسكين بالحد الصباح مبكر على 3 تاع الصباح نجي لخدمتي ديريكت ومول خدمتي معليش فيها خير ان شاء الله ان شاء الله باذن الله احمد يعني فدي الحياه الانسان ماشي هو اللي خير الطريق ديالو ماشي هو الله عز وجل هو اللي خير انا شوف اقسم بالله اقسم بالله انا على بالي كاين ابتلاء وكاين بلاء الابتلاء وكاين انا هذا ابتلاء اللي راني فيه صح الله ابتلاء من عند الله لانه علاه خويا بلال انا عمري ما ظلمت الناس عمري ما حقرت الناس عمري حاجتي ما نحبهاش نحب نتقاسمها مع الناس عمري ما تمنيت الشر للناس واللي ظلمني نسامح له نسمح له الله يسمح له يظلمني الله يسمح له قلبي صافي قلبي نظيف الحمد لله ما غيري ما كنكون زعما ما عنديش دار والله زعما شغل ربي ما عطانيش دار لانه قلب انا قلبي صافي بلا ما ندي دار قلبي صافي الحمد لله الحمد لله والله غير الحمد لله احمد قررت انك تكري وين قلت لك كريت كريت في رافيكو بوغارا كريت ثلاث سنين ولا تما ثلاث سنين بنتي كانت غير تحضيري استعاود خرجت من هذيك الدار خرجت من هذيك الدار علاش خرجت منها؟ خرجت من الدار شغل انا قلت لك كي كان بابا ماشي غاليه نورمال كنت كاري كي كان بابا قلت نقدم عند بابا خير قلت مسكين بابا انا العقل نزور بابا ويما الاب ديالك مدوا له سكنه عطاو له سكنه عطاو له براقي عطاو له براقي عطاو له يعني ابارتمون عطاو له افطروه وبيوت صغار كذا مسكين كاش كاع كيفاش حتى ما تقدرش تروح معاه ان بوحال ما تقدرش تروح معاه عندي اختي بلا زواج وعندي خويا بلا زواج انا نهار نروح انا ثم ما نقدرش شغل ما نقدرش وين نرقد صح ما انا صعيبه ماشي الانسان باش يضيق عليهم ما نقدرش من الاخر يعني ما نقدرش انا بسكو علاه انا ما نقدرش ولادي صغار ولادي قباح شويه انا راني شغل ولادي انا بالك باباهم نحملهم بصح انا نروح يما يطلعوا لها الطونسيو والله يطلعوا لها الطونسيو والله مسكين يمرضوها انا ما نقبلهاش فهمتني
معليش حمد انت قررت يعني باش تتدنى تجي عند نجي عند بابا نجي عند بابا كنت نقرب قلت نقد ايه جيت لهنا قلت عند بابا قلت على الاقل انا نتحكك على بابا فهمتني قلت انا باش نكون قريب من بابا خير نقول لك العشيه هكذا كي نجي انا العشيه نجي انا كنت نجي نتوضى نصلي العصر انا ساعه نصلي العصر كش ما ناكل تحط لي مره ناكل شوف جا قهوه روح ديرك لي بابا خيرك يا رب والله العظيم والله روح ديرك تمو عندهم خيرك يا رب احمد جيت لهنا اللي في هذه البلاصه يعني اللي راهو فيها التصوير في هذا المكان اللي راهو فيها التصوير كراج احمد داك ساكن في كراج انا ساكن في كراج خويا بلال نكذب عليك والله في كراج الحمد لله وخلاص ما قري كراج والحمد لله لانه لا الحمد لله كي نوض نلقى روحي بصحتي لاباس نلقى مرتي لاباس يعني نلقى وليداتي لاباس نفرح والله غير نفرح والله العظيم غير نفرح 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 كي تقول لي مرتي راني لاباس عليا نفرح كي يقول لي وليدي بابا راني مليح كي تقول لي بنتي ولي بابا راني مليح مانيش مريضه نفرح نتونس نقدر نروح نخدم نقدر كي نخلي ولادي لاباس نقدر نروح نخدم صح احمد يعني ان شاء الله ان شاء الله راح تشوفوا هذا المكان اللي راهو فيه التصوير على المشاهدين ديالنا يعني راهو يفتقر الادنى شروط الحياه ما كان طاقه قالوا من الصيف نطيب في الصيف نطيب خويا بلال سخن عليك برد عليك احمد ندير الرياشه زعما شي ثلاث رياشه هذا نديرها يضرب لنا الهواء نولي والله ما نديرها على جال الطفل صغير والله ما نديرها شريتها والله ما نديرها هنا احكي لي هنا ما تاوعك عندك 3 سنين تاع سنين في الكراج هذا 3 سنين في كراج كيفاش تجوزهم والله غير جوزتهم واش نقول لك جوزتهم واش دير الله غالب جوزتهم شغل ماغريب في القنطابل واسمه بصح الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله انا شو نتمنى واش نتمنى نتمنى دار اقسم بالله غير دار ناوى فيها انا ولادي نتمنى كاش انسان نتمنى مكاش انسان طيب مؤمن في الدوله يعاونني انا شوفوني يا مسؤولين هاني هنا قدامكم انا انسان زوالي انا انسان عاونوني في السكن انا شوف ما تعاونوني لا في ماكله لا في شرب لا حدا انا الحمد لله انا قادر على شقايا قادر نخدم انا نحوس دار برك نستر فيها روحي برك هذا واش كاين حوس دار انا مانيش نطلب باش يعاونوني الناس ولا انا عاوس دار ندي دار من عند الدوله ان شاء الله ندي دار هكذا ندي دار سوسيال ان شاء الله ان شاء الله احمد هذا واش كاين احمد على حسب راني نشوف هذا الكراج بون السقف تاعو راه عالي عالي بصح راك داير فيه كلش داير فيه كل حاجه كل حاجه احنا ترقد نرقد هنا حاشاكم حاشاك دركم ندوش في طوالات والله غير في طوالات ندوش في طوالات ما كاينش وين ندوش ندوش نا يضربك الهواء صافي عندي فرن هوليك زعما شاعل الفرن وخويا بلال القرعه 5 ايام 5 ايام تخلص القرعه وما تسخنك ما والو بسكوت والو عالي ومثقوب سيف البروده تدخل طيب كيفاش ندخلش بروده اللي ما تروحي للحاله ما نقدرش نوض ما نقدرش انا نوض الصباح نوض على 5 ونص تاع الصباح نوض هكذا ندير ولا غنوض هكذا ندير نغسل وجهي وكذا ولا نصلي ونروح ما نقدرش والله ما نقدر خويا بلال نكذب عليك والله ما نقدر بالك حتى الدراري الحمد لله ان شاء الله ربي يشدهم الحمد لله الله الحمد لله بالك خباب حتى الدراري مرضوا لك ايه مرضوا لي والله غي ساعتوني ومرضوا لي ساعت والله غي ساعتوني يقبضوا من الكراج ساعت الطفل بالاخص الطفل يقبضوا من الكراج بزاف احمد عبك حتى الانسان باش يقدر يتنفس انا مش قادر ما تقدرش انا راني هنا راني تصوير يعني مام المصور راه معانا مام احمد راه معانا هنا الواحد راه يتنفس يعني بالسيف باش تنفس والله راني عايش فيها هنا يعني والله راني عايش فيها والله راني عايش فيها والله راني عايش فيها والله يا خويا بلال واش نقول لك والله راني عايش فيها نتمنى دار نتمنى دار كي انا كي الناس نتمنى دار من الدوله تعطيني دار ما علاش يحرموا فيا من دار علاش وعلاش يحرموا فيا ما يعطونيش دار نصرف فيها ولادي علاه انا ولادي هذو ما يستاهلوش تكون عندهم دار وعلاش انا ما نستاهلش تكون عندي دار حق كل مواطن جزائري سبحان الله على سكنه سبحان الله اخويا شوفوا لي انا 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 اللي لقيتوني ديت الدوله تدير عليا لونكيت اللي لقوني ديت حاجه بحبه بريك حاجهكم عند الدوله مسدي دخلوني الحبس معليش اقسم بالله العلي العظيم حاجه مسمار ما ديتش عند الدوله انا وعلاش احمد هنا يرقدوا لك يرقدوا لي ولادي نرقدوا هنا اقسم بالله غنرقدوا هنا هكذا نتكسلوا هكذا ونرقد الله غنتكسلونا ونرقد صافي اللي بينك وبين الطريق غير هذا الباب هذا الباب هذا واش هذا الباب شوفوه الباب هذا وهنا راه الكوزين هنا الزوج كلش كلش طيب ثم كيما راك تشوف فيها الحمام يعني هنا طواليت ندوشوا فيها حاجك لا ندوشوا فيها صح كلش هنا احمد كلش ثم وهذا راه مكري هذا كاره واش دير يا اخو والله غالب واش دير
ربي قدرنا ان شاء الله وخلاص. معليش ربي قدرنا ان شاء الله يا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يفتح لنا بسكنا ان شاء الله يا ان شاء الله على بال بلي على بال بلي كاين الناس الخير ان شاء الله 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 على بال بلي كاين المحسنين على بال بلي كاين يعني اطارات في الدوله ان شاء الله راح يشوفوا اي حبيهم يعاونوني يعاونوني في دار هذا ان شاء الله والله شوف اخويا بلال انا شوف لما اقول لك بك نكبر شانو خلي لك الكلمه الاخرى عليك تهضر شي كاع بروبليم انا نقول لك ان شاء الله ربي يجعلنا سبب ان شاء الله ربي يفتح عليك ان شاء الله اللهم امين اللهم امين والله دائما الله عز وجل يسخرنا للناس ان شاء الله باش نكون لهم سبه ان شاء الله باش يفتح عليهم ان شاء الله يا رب ان شاء الله الكلمه الاخرى عليك تفضل واش نقول لك يا اخوانا والله انا متمني تكون عندي دار كي انا كي الناس متمني انا اولادي يكون عندهم دار متمني بنتي تكون عندها شومبره وعلاش وعلاش يا اخي تكبر هي تكبر الله يبارك 9 سنين في عمرها الله يبارك ربي الله يبارك فيك ماشي فهمت انا قدوه انا كبر بالك تروح صحاباتها يقولوا لها يقولوا لها انا عندنا شومبره عندي وعندنا شومبره تاعنا هي مسكينه ما عندهاش تحشم ولا لا لا صح اه ماذا بينا بنتي تكون عندها شومبره تقرا ماذا بيها تقرا الله يبارك ما شاء الله تقرا ما شاء الله الله يبارك معليش الكلمه الاخرى ديالك ان شاء الله تفضل وش نقول لك خويا بلال يا خويا ربي ان شاء الله يفتح علينا ان شاء الله وعلى جميع المؤمنين ان شاء الله اجمع لي راه مضيق عليه ان شاء الله ربي يفتحها عليه امين امين ان شاء الله اجمع لي راه كيما نقولوا مسكين ما عندوش دار ان شاء الله ربي يرزقه بيت ان شاء الله بيت واسع ان شاء الله امين امين ان شاء الله امين ان شاء الله احمد نقول لك عطيك صح كيف تحت الله يسلمك الله مرحبا بكم ربي يجازيكم نتوما فتحت لنا باب دارك نتوما اللي ربي يجازيكم كي جيتوا عندي ان شاء الله دي خدمتنا ان شاء الله ربي يحفظكم ويحفظكم ان شاء الله ربي يجازيك ربي اللهم انعم بارك الله فيكم ويبارك الله مشاهدينا الكرام الحكايه تاع نهار اليوم خلاصت احمد كما شفتوا معنا راهو يعاني هو والعائله ديالو في هذا المكان هذا المكان اللي كان فيه التصوير هذا المكان كما شفتوه مشاهدينا هو غاراج هذا المكان اللي يفتقر لادنى شروط الحياه انا من هذا الباب نتوجه ان شاء الله للسلطات المعنيه نقول لهم باللي احمد هو والعائله ديالو راهم يعانيوا في صمت شوفوا للحاله ديالهم ونقول إن شاء الله للناس المحسنين ونقول لهم كذلك خونا أحمد أنا محتاج للمساعدة إن شاء الله تاني تشوفوا للحالة ديالو ما بقى غير نقول لكم أتهلوا في روحكم ونقول لكم حاجة مازال خير في البلاد